كيف نقسم الوقت بشكل مناسب خلال رمضان؟ معنا في الاستوديو ضيفتنا مدربة التنمية البشرية نادرة غرياني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. كل عام أنت بخير. عايشكم يفضلكم. ندخل مباشرة، كيف نستطيع استغلال أوقاتنا في رمضان؟ أول شيء خليني نحط الأمور في إطارها. إحنا شهر رمضان يعني باش نشحن منه أنرجي، هو أعلى طاقات تكون في السنة هو في شهر رمضان. يعني الإنسان في شهر رمضان ممكن لازمه يتعلم كيفاش يتجاوز شهوات الجسد وتغذية الجسد إلى تغذية الروح، فلازم يعمل طقوس وعادات مختلفة على أغلب الأشهر. معناها إحنا مش ندخلوا في تقسيم الوقت أوكي، لكن لماذا ديما لازم نعرفوا علاش نقوموا بهالشيء هذا. يعني الهدف هو كيفاش تستفاد من هالطاقة العالية وتنظف جسدك وتتصل بربي سبحانه أكثر، يعني تاخذ أكثر غذاء روحاني من المولى سبحانه من المصدر، وهذا يتطلب أنك تخلو بنفسك. في عادة ممكن إحنا نحبوا اللمة العائلية وصلة الرحم أكيد، لكن لازم تخصص وقت تكون فيه خلوة مع نفسك، أوقات صمت مع نفسك. نعرفش كان سمعته بكلمة يعني صوم الرحمن، يعني أنك أنت تكون فيه أوقات صمت في يومك، تقلل الكلام، ابتسامة وسلام وقليل من الكلام كيف ما نشوفه، عشان تصير هالاستفادات هذية. فلازم نحاول نراقب أنفسنا، نفعل دور المراقب ونشوف شو الأشياء اللي تستنزف منا أنرجي ممكن في اليوم. نلاحظ أنه أغلب الناس تمضي برشا وقت وهي نايمة، عش كان لاحظته هذية أوكي، لأنه الجسد غالباً ما يحبش يطلع من الكومفورت زون. يعني هو تحس بالدوخة، تحس أنك ماكش في الأنرجي العادية متاعك، وهذا عادي لأنه الجسد خرجته من منطقة الراحة. وبالعكس it's a good sign، يعني هذية من بعد باش تتعود به. لها سبب احنا عنا 30 يوم في رمضان، لأنه أي عادة باش أنت تاخذها يعني عادة جديدة تتطلب منك على الأقل 21 يوم من البراكتس، من التدريب، ومنهم أنك تدرب نفسك شوية شوية تتخلى على الغذاء الأرضي وتاخذ أكثر أنرجي من الغذاء الروحاني. وصدقني أنت شوف، أنا مثلا كنادرة لاحظ أنه أنا نمارس مثلا الصيام المتقطع في أغلب معناتها في على طول السنة، لاحظ أني نحس روحي بنركز أكثر، نحس نفسي في الصباح عندي أنرجي باش نعمل ورك أوت أحسن من اللي كي ناخذ بريكفاست ونعمل ورك أوت. الصيام المتقطع يعني الصيام المعكوس أوكي، يعني في أنرجي رهيبة تصير في جسدك لما تكون صايم وماسك على الأكل أوكي. وأنا أؤمن أنه الله يريد بنا اليسر، يعني أكيد فيه أهداف غير أن فقط معناها نمسك على 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 الغذاء. فالروحانيات تخليك اكيد ممتاز. جدا لازم تخصص وقت لهذا، وقت انك ترتاح، لكن في نفس الوقت ايضا تبعد شويه بليز على المسلسلات وكل شيء، خاصه في رمضان كنا نحبوا نشاهدوا المسلسلات. كيف نتعامل بخصوص هذا الموضوع، كيف نتعامل مع هذه العادات الرمضانيه ولكن من غير افراط او تفريط؟ شوف عزيزتي هاجر، كل شيء بتوازن، التوازن التوازن، يعني لا إفراط ولا تفريط. كيف ما أنت قلت لي تفعل المراقب، شو الأشياء اللي أنت ممكن تستنزف منك برشا وقت وبرشا إنرجي في اليوم. شوفوا أنت استوي، يعني أنت وازن. مثلا إذا تشوف أنه المسلسلات أنت طول الوقت وأنت تفرجت في هذا وشاهدت هذا وهذا، في شنو أنت حتى ما طبقت الهدف الأساسي من شهر رمضان. شهر رمضان لازم خلوة مع النفس، لازم عقلك هذا. تعرف في بحوث حتى بينت أنه شاكرا التاج تفتح يعني في رمضان، عشان انت يصير لك كي التنزيل، يعني الالهام، يو فيل انسبايرد، تحسي نفسك حتى عندك ساعات مشاكل ربي يلهمك بالحل، تشوفي اشياء بصيرتك بتفتح. اذا انت طول الوقت تجالس ناس وتتحدث وتعطي رايك وتنقد وتشاهد كل المسلسلات اللي اكيد انت مش حتصير الاستفاده. فلازم تفهم انه لازم تخصصي وقت انك تكون فيه صمت لحالك مع نفسك، تكوني مع العائله مثلا، ممكن في الافطار كنا مع العائله نحكي شوي، وبعد مثلا يعرفوا انه انت عندك توقيتك الخاص اللي تكون فيه لحالك. ايضا انك تتمشى بعد العشاء، تخليه هذا زي الموعد اللي انت باش تمارس فيه الامتنان بربي. يا جماعه بالحق في رمضان نكثروا من الاستغفار، الاستغفار هو تنظيف الانرجي، هو تهدئه العقل، هو الكونكشن مع المصدر. يعني الحمد والشكر، الحمد والشكر طول الوقت، خليك ديما مع تتفاعل الحضور في يومك عشان تستفيد من الطاقه الروحانيه. شكرا جزيلا نادره، احنا باذن الله راح نستفيد من كل هالكلام بالتاكيد، ونعتذر منك لضيق الوقت. شكرا جزيلا. شكرا، العافيه، يعيشكم.